مستمعي ومتابعي الموقع الإلكتروني العالمي World Stars Mag. ضيفي لليوم ابن عينتورة، إحدى بلدات محافظة جبل لبنان. صادق وفي ونجم لبناني أصيل ومحترف، بيملك صوت جبلي مميز يلي بيعزف على وتر القلب أجمل الألحان. محافظ على تراث الأغنية اللبنانية بالرغم من أنه غنى بلهجات عديدة من البدوية والعراقية، وهون تأكدنا براعته بتأدية ألوان ولهجات مختلفة. برحب بالفنان هشام الحج عبر موقع World Stars Mag. أهلا وسهلا فيك هشام. أهلا وسهلا فيك ستيسي، مش سألك شو أخبارك؟ نحن كتير منيح ومبسوطين لأنه أنت موجود بالولايات المتحدة الأمريكية. صرنا معكم هون، جاي أدعمكم أنا بهالوضع. هشام، بدأت عام 2020 بنجاح بحفلات قدمتها بين كندا ومثل ما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية. احكينا عن هالحفلات، وين كانت تحديدا وكيف كان استقبال الجالية اللبنانية لألك؟ والله الحفلات كانت بكثير من الولايات، يعني بلشنا بأريزونا، طلعنا على لوس أنجلوس، كمان عملنا حفلتين، عملنا ببافلو نيويورك حفلة، عملنا ببوسطن حفلة، عملنا حفلة بديترويت كمان. هلأ هون بقى وقفنا نحن، اللي وقفنا أنه نحن ما قدرنا كملنا لأنه وجد الكورونا، بس كانت الحفلات والاستقبالات بتجنن يعني مثل العادي. يعني عنا الجمهور المتعطش كان بالأخص، يعني جمهور لبناني اللي بيتابع أغاني وأعمالي، والعربي اللي كمان بيتابع أعمالي بيكون عنده بعض الأغنيات اللي متابعها وبيجي بيحضرنا كرمالها، أو يعني كمان هذه بتبقى جامعة لبنانية عربية حلوة، إن كان في ناس من الأردن أو من سوريا أو من فلسطين أو من العراق أو من كل الدول العربية المجاورة حوالينا، يعني إجمالا أوقات بيكون في حدا من تونس، أوقات بيكون حسب يعني. فالحمد لله يعني الحفلات كانوا حلوين كتير، وكنت أنا مبسوط إنه عم بكمل توري، وصار إنه تفاجأنا بالموضوع وضلينا هون. نعم، هل بيختلف شعورك أو أدائك وقت توقف أمام جمهور عربي ولبناني خارج بلدك، لأنه بتلاقي هلقد في ترحيب من الجاليات العربية كلها؟ هو اللي بيختلف بشغلة، إنه أنت بتكوني بهاللحظة عندك شعور إنك أنت حاملة اسم البلد، بلدك يعني، وهيك يكون أنا شعوري من جوا بيختلف لما أكون بقلب لبنان، لأنه بشوف حالي يمكن بلبنانيتي، بشوف حالي بانتمائي، بنبسط اني مثل بلدي، بشوف بحب انشر هيدا الفرح بقلوب الناس المغتربين اللي عايشين فرات بلادهم، تركين بلدهم وفلين. بحس انه بهالليل لما انا بفرح قلبهم او برجعهم، او الاشخاص لما بيجوا بيقولوا لك عيشنا ليله، رجعتني على ايام لبنان او رجعتنا على ايام بلدنا، او يعني عرفتي اليوم في حنين من الناس اللي تهجروا او اللي سافروا غصب عنهم، او اللي صحيح انه الناس اليوم تأقلمت وتعودت، لانه للاسف نحن بلادنا مش قادره تحضننا، بس بجوا دائما في غصه الحنين للارض وللبيئه اللي ربيوا فيها وللاهل اللي بعدهم تحت، بعض من العيال المقصومين، في كثير يعني اسباب بتخليهم هالقد عندهم هالحنين. فهذا الشيء انا بفرحني اني انقل هذه الرساله وهالصوره، واني اعمل لهم جو
يرجعوا يحسوا بانتمائهم يعني المقدم. من وقت استلامك ميدالية ذهبية وشهادة تقدير من لجنة تحكيم البرنامج الهوات يلي حضرتك شاركت فيه عن فئة الأغنية التراثية اللبنانية عام 1992 لغاية اليوم من تاريخ يلي ذكرته، شو تغير عند هشام الحاج غير نضوج الفني؟ والله بتعرفي أنا من الأشخاص اللي يمكن ما كتير تغيرت، لأنه يعني بعد ما بعيش حياتي بلحظة بلحظة بتلاقيني رجعت طفل صغير عايش بالضيعة، ومثل ما صار فيه هلأ هون بالكارنتين بهالمرحلة اللي صارت، صدقيني برجع بحس اني انا حابب امشي مع الطيور، اروح بين الشجر العب ولد صغير، رجعت جبت بسكليت عم بلعب على البسكليت، يعني هذه طبعي بعده عايش فيي. وغير هيك ما تغير اني مثل ما تفضلتي في نضوج اكثر على المستوى الشخصي والمستوى الفني، اكيد في نضج اليوم بفكر بغير طريقه، صار عندي خبره اوسع واشمل. يعني ببدايتك أكيد كان في ناس بيساعدوك لتنقي أغاني إن كان ألحان وطبعا كلمات مكتوبة، يمكن هالنضوج تغير صار أنت شخصيا تختار ألحانك وأغانيك؟ أكيد هذه صار لفترة منيحة، يعني مرفقتني بقدر باخد قرار بغنية والحمد لله، دايما عندي يعني الله موفقني بإني بختار أغاني حلوة وبتوصل للناس، وأتليست بحس إنه فعلا اختياري كان صائب، هذا الشيء بيفرحني صراحة. طب كيف تختار اللحن المناسب لأغانيك؟ هو اللحن المناسب بيصير بناء على ثقافتي الموسيقية اللي بتخولني أعرف شو الطبقة اللي بتلبق لي وشو النغمة الموسيقية اللي بتلبق لي وشو اللحن يلي بتناسب مع صوتي، ما كمان هيدي نوع من الثقافة والخبرة، بس أنا بنقي اللحن مثل ما قلت، يعني بحس لما دايما بسمع اللحن أو بيمرق علي وبرسمه براسي إنه هيدا إلي ولصوتي، أو بحسه لا، وأوقات إذا بحس إني كتير متردد بجرب إني ما أخذ قرار سريع، وعادة أنا ما بتسرع بقرار بأغنية وباخذ قرار عملي لحتى أجربها على صوتي وأتأكد إنه فعلا اللي حبيته أنا هو لابق لصوتي ولابق إني يوصل للناس بصدق، لأنه اللي ما بتغنيه بصدق ما بيوصل للناس بصدق. نعم، وبتلحق إحساسك طبعا. أكيد في لك عدة أغاني مشتركة إن كان مع المغنية الأمريكية راكال والنجمة المصرية أمينة، هل تقديم أغاني مشتركة مع فنان عربي أو أجنبي بيساعد انتشار اسم الفنان أكثر وأسرع وبيكون بطاقة عبور لغير بلدان؟ هو إذا بدك ممكن يساعد شوي، أكيد ما فينا نقول إنه ما بيساعد بالمرة، هي الكومبينيشن تبقى خليطة هذا المزيج إذا بدنا صح التعبير بالعربي، بين أوقات لهجتين أو مثلا لغتين، أو اللي عملته أنا مثلا أنت وأنا بين الإنجليش والعربي، واللي عملته بين أنا وأمينة ببلدنا كان هو لهجتين، يعني لهجة صحيح عم تنينتنا عم نغني عربي بس عم نغني، حدا بغني مصري والتاني بغني لبناني. فبتحس انه هي الفكرة كفكرة شغلة حلوة عن الناس وجديدة، واكيد بتساعد الطرفين على انه يصير عنده كل حدا هيكي اكتر توسع بكار انتشاره او فانز تبعه. بتشجع وبتحبز الفنانين اللبنانيين خاصة يغنوا ويأدوا أغنيات بلهجات مختلفة، حضرتك غنيت اللهجة البيضاء أو البدوية والعراقية، عندك من أجمل الأغاني، فهل أنت بتشجع زملائك والفنانين اللبنانيين يغنوا بغير لهجات غير اللبنانية؟ هذا الموضوع جدا مهم، الله يرحمك يا أبو مجد كانت العالم تفهمه غلط وحارب ويطلع ويقول ملحم بركات كل العالم تعرف رأيه قديش كان متحزب لأغنيته اللبنانية، وأنا من هالمدارس هذه، يعني أنا مش قصة متعصب ضد أي لون تاني، أنا مع أني كتير كتر من لوني لأنه هو هويتي وحياتي وبيئتي وبلدي، بس بالإضافة أنه مع التنوع، وأكيد بشجع لأنه اليوم الغنية بتبقى هي تحية، إذا بدك اليوم أنا بس غنيت الرحمة العراقية أو غنيت تؤمر حبيبي مصرية أو غنيت مثلا قولي شاي خليجية، أو يعني بتبقى أعمال شوي متواضعة مش كتار، بس بتبقى هي إذا بدك بالنسبة للمتلقي اللي عم بيتلقى وبينبسط بيقول ليك غنينا غني، يعني
يعني ليش لا؟ ما هي الحلو انه لما الفنان بيتنقل والناس بتشوفه وبتسمعه بكل اللهجات بالحفلات وبالسي دي بينبسطوا فيه، بس على شرط انه يكون اساسه هو لونه. يعني ما فينا نشوف اليوم، يعني شوف اليوم مثلا بعطيكي مثل قديش حسين الجسمي غنى لبناني بهالفترة الأخيرة لفيروز، يعني بلش فيروز الله يطول بعمره وبلا يعني صار كذا مرة يغنيها وكتار بمصر وعم بيغنوا، بتحس إنه وعملوا أغاني خاصة لبنانية يعني مرقوا أخي مؤخرا شفنا شيرين عبد الوهاب وشفنا يعني في أصوات بتغني، بس برجع بنقول بضلوا مركزين على لونهم على هويتهم على الشيء اللي أكتر بيشبههم، مش بس تحيزهم أو تعصبهم لبلدهم، لا هي الإنسان بيجيد اللهجة اللي هو بيعيش فيها اللي هو بينتمي إلها. والفنان للكل لازم يغني بكل اللهجات صح. أي لهجة محببة على قلبك غير لهجة اللبنانية أو من بعد لبنانية؟ لك يمكن ما فيش صراحة، يعني بكل صراحة بكل بلد بحب شيء، يعني مثلا بالعراق بحب المواويل من أيام ناظم الغزالي، بمصر بيقتلني الطرب المصري، يعني ما بقدرش أنقلك لون وتكون صريح أنه لا أنا بحب هذا اللهجة. يعني كل اللهجات محببة على قلب هشام الحاج، محببين لأنه كل بلد عنده ميزته، يعني ما تخدي بسوريا اللون الحلبي اللي أنا بعشقه وما بيموت يعني طبعا. فاليوم ما فيك كل بلد بدي تخدي منه شيء من ميزته. بالخليج العربي بتشوفي عندهم روحية مش موجودة بكل باقي البلدان، يعني حتى ما بتنسيها بالفن الباقي، يعني الإيقاعات اللي مش موجودة لا بلبنان ولا بمصر ولا بسوريا ولا بالعراق ولا في عندهم هالمزيج من الإيقاعات الغريبة، في عندهم الروحية الدوحي للجو الصحراوي، يعني في عندهم هوية خاصة يعني ما فيك تنقي. نعم كتار يمكن عارفين وبذات الوقت مش عارفين هشام الحاج عنده تجربة تلحين أكثر من أغنية مثل بموت فيكي آخر همي بعرف اشتقتلي وغيرها. هل مستعد شخصيا تلحن لغير فنانين أو هشام رح تكتفي فقط بتلحين أغانيك الخاصة؟ ما فكرت بإني لحن لفنانين لأنه أنا ولا يوم كتبت ورقة وقلم، حملت ورقة وقلم وكتبت شعر وبعدين لحنت الشعر، دايما اللي غنيتهم الأغنيات اللي ذكرتيها أي أغنية أنا مغنيها من ألحاني، في عندك كمان عم بتعلق فيكي زمان قديم كتير، عندك يا جدوجة محتل ألحاني، عندي كمان أغنية روعة بحبها كتير محروق قلبي، عودي الأغاني كلهم بيطلعوا معي أنا واعد على عودي أوقات بيطلعوا لحالهم، يعني ما كنتش أقرر أنه أنا بدي فكر هلأ بلش أعمل غنية وجيب شعر وبلش لحن، مشان هيك يمكن ما فكرت أني أعطي ألحان. وإذا انطلب منك هل أنت جاهز؟ إذا انطلب مني إيه جاهز أني صير اشتغل على الموضوع اللي ليش لا، يعني تعرف خدمة للفن أو إذا بدك يعني إذا الإنسان عنده أي إبداع قادر يقدمه حلو كتير إنه ما يبخل فيه، خاصة عندك ثقافة موسيقية عالية جدا وأنا بشهد على هالموضوع طبعا. الثقافة يعني أخذناها من جامعة الكسليك ومن أساتذة كبار. نعم والحمد لله، يعني ضروري الإنسان يكون مش سطحي بالحياة، يعني بدك تتطوري بدك تكوني أنت عندك تمرس وعندك ثقافة وعندك اطلاع كله، يعني طبيعي قليل نسمع مثل أصواتك لأنه فعلا صوت رائع بتطربنا وما بنشمع أبدا نسمعك يا هشام. يا حبيبتي خليه هيك جبال وحلا وشطوط تراب ودهب رن هي
مثل ما منعرف هشام كنت موجود بأمريكا لتقدم حفلات بعد كتيرة ولكن توقفت بسبب وباء كورونا. هل من بعد انتهاء هالأزمة رح ترجع تكمل حفلاتك أو رح تكون ملغية كليا؟ يعني التغت كل الحفلات يلي كان بعد عندك لتقدمها. أول شيء بدي هون أقول بدي حي عربي النايت الشركة اللي هي بتجيبني على أمريكا وخيي إلي حرفوش تحية خاصة. هلا اللي صار إنه إحنا كنا على أساس مش فكرين إنه أجلنا، بس على ما يبدو بالمرحلة هيدي ممكن إنه ما نكون يعني نكون مضطرين إنه نبعد كثير لقدام، مش عارفين صراحة. أنا ما زلت موجود على الأرض الأمريكية يعني، بس من الصعب لأنه أنتم شايفين إنه الدولة فاضية يعني عندك السوشيال ديستانس وهيك، فاليوم ما فيك تفوتي على حفلات كبيرة إلا إذا كان صار في هدوء وإن شاء الله يا رب عليش في كل الناس وما يعود هالكورونا ويسيطر علينا. ورسالة أخيرة خليني أقولها كمان للعالم يلي بتخاف كثير، صدقوني المعنويات أكثر أقوى من الخوف، لازم نتوقع أكيد. هذه نصيحة مش طبية، هي نصيحة خبرة إنسان يعني وعمر. أنا زلمي كثير من زمان بنتبه على مناعة جسمي كيف بتعاطى مع الأمور، فيني أعمل وقاية، بس كثير بنصحكم اعملوا رياضة ما تترددوا كثير مهمة، وأهم ثلاث فيتامينات اللي هني فيتامين سي والدي والزنك، ومن هونيك ورايح في الله بيعرف مصير كل إنسان، ما حدا يخاف إلا الله. شكرا والله يحميك كمان. شكرا لك كثير. عندك أغاني مصورة أو مثل ما منسمي فيديو كليبس مصورينهم ببلدان مختلفة مثل ما يقدر الله يلي صورتها بست بلدان، وطبعا رح نحكي شوية تفاصيل عنها حتى لو قطع وقت، وأغنية أنت وأنا صورتها بلاس فيغاس نيفادا، يعني مسافة طويلة نهار كامل بدك تسافر لتقدر تجي على الولايات المتحدة الأمريكية لتصورها. عم نحكي عن أعمال بتقنية تصويرية ملفتة ومؤثرات بصرية بتجذب عند المشاهد وقت بتواجه الصعوبات أثناء التصوير، وهذا شيء طبيعي يحصل. هل هالصعوبات هشام بتخليك ترفض بعض المشاهد الصعبة مليئة بالخطورة أو ما بتستسلم؟ والله أنا من النوع يلي ما استسلمت ولا عمل، يعني أنا أكثر من كليب صار عندي قصص تجارب لما صورت أهل الجنية على التلج، لما صورت سحرك مجنون مؤخرا مع زياد خوري بكياس كنت على ظهر التران وبعض أصحابي صاروا يسموني توم كروز لأنه أنا طلعت على التران وما رضيت أنه جيب ستانت، يعني أنا كان لازم حدا يعملها. وقت اللي البرودكشن هاوس اللي عم بيشتغل كان مع المخرج زياد خوري اللي إذا بدك المسؤولي عن الكرو بتقول له أوف ورح يعملها هو، معقولة انه هو اللي رح يطلع على ظهر الترين؟ قلت له قال ايه، تفاجئوا هني يعني كيف طبعا لانه الوقوف على القطار يعني واحد بيوقف من هالوقفه كثير صعبه ومنها هينه، وبالاخص لما يكون ماشي يعني انت دو شك. هي استعملنا سيفتي ما شافوها الناس، يعني كانوا رابطيني بقلب الجينز من تحت بحضيب جولاد بلفوه على الخصر بزمار، يعني فيها خطورة، هي منا مزحة. لحتى إذا أنا هويت لا سمح الله ما أجي مأزي تحت، يعني ضلني معلق بالترين إذا صح. ما بتخاف من خطورة الموضوع؟ لأنه عم بتقول ولا مرة رفضت، يعني دايما بتقبل وبتحب تجازف. أنا شغلي قادر أعملها، بحب جازف فيها وبحب شخصيتي لأني هيك، لأنه أنا ما برجع لورا ولأنه عندي شخصية قوية، لأني بحب الإنسان ما يكون ضعيف لا بالحياة ولا بأي شيء بده يجربه، عن وعي وإدراك بأنه مثل ما قلنا اليوم أنت لما بتستعمل السيفتي صرت بتقولي أنه أنت أتليست شلت 80% ريسك عن حالك. فلا بكون بوعي، بس ما بحب كون عندي يعني عندي هالجرأة وبحب نفذ الشغلة لحالي. بشهر آب من عام الماضي أي 2019 أصدرت أغنية وفيديو كليب بعنوان ما حبيتني، أغنية رائعة وسمعت عدة مرات، ولكن للأسف ما سمعناها ولا حضرناها عبر المحطات الإذاعية والتلفزيونية. شو السبب؟ شو التوضيح؟ صار في ظرف بهذه الأغنية، كان في ظرف قبل هي صارت قبل الثورة، التحركات الشعبية بلبنان. نعم بالضبط بهالفترة يمكن هيد اللي صارت. يلي صار انه احنا نزلنا الاغنية على اساس انه نعمل لها انتشار،
نرجع صورنا الكليب نزلنا قلنا بننزلها سوشيال ميديا بتنزل يوتيوب اعطيناها وقتها انغامي كان في حصريه لانغامي شي 10 ايام بتذكرك شيء وبعدين بدنا نصير ستيب باي ستيب ونرجع نطلعها على المحطات التلفزي هون صارت بلشت بدايه الثوره كنت انا من قلب هيدي الثوره ومن قلب هالناس يلي مش قادر الا ما اكون منهم وحسيت انه مع انه عن جد مثل ما تفضلتي انا ما حبيتني من اروع الاغاني اللي انا حابب انه عن جد ارجع انشرها وبس على التلفزيونات وهيكي من وقت الثوره لليوم ما بتصدقي اذا بقول لك ستيفي انه انا خجلان اني اطلع بغنيه ما تكون يعني مثل ما شو عملت انا اذا انتبهتي دغري رجعت رحت عملت غنيه للثوره ونزلتها لانه اعتبرت انه نحن ببلد بحاجه انه الفنان يوقف وانا الوحيد للاسف بين الفنانين عم نحكي المعروفين شو بدي شو بيطلع من هون وهونيك شباب طالع عبالهم يتسلوا وناس بتنكت على القصص ويعني دغري قلبت الصفحه ورحت مع الناس مع الوجع مع الارض ونحن كمان هون بأمريكا تابعنا وشفناك كنت دايما عم بتشارك انت مثلك ومثل كل اللبنانيين كنت موجوع وانا بيني وبينك بقول يعني هيدي الثورة ما كان لازم تنطفي ومش لازم تنطفي واليوم وبكرة وبدعي كل اللي عم بيسمعوني اللبنانيين يطلعوا عن جد من حزبيتهم وطائفيتهم خيي بدك تحب مش عبقول لك انت ما تكون حزبي بس بهالمرحلة على القليلة هالمرحلة بالذات نحط أولويتنا بلدنا لأنه كلنا شايفين أنه خسرنا خسارة كبيرة كبيرة وبلدنا عم بضيع من إيدنا للأسف يعني إن شاء الله لا بس أنه عم نشعر كل يوم بعد يوم وكأنه ما بقى لنا شيء ولا بقى يطلع لنا شيء ولا بقى نكمل بشيء ولا بنملك شيء وكل اللي عملناه بحياتنا كان هشاش نعم للأسف وكلنا عم نتابع الأخبار الحزينة بالبلاد لأنه بعد في ناس بوقتها لو تشوفي شو في عالم يعني بيقولوا لي شو بدك بغنيه للثوره يا خيي بكره بيقروها انه انت ضد مدري شو لك يا خيي يعني عن جد انه بتتفاجئ انه بعد في ناس بعدهم بيفكروا بهالذهنيه هاي لك يا خيي انه ما عم بفهم انا بلدك انتهى وبعدك بتقول مش لازم ولازم وانتبهوا يا خيي طب لأنت بدنا نضل منتبهين لأنت بدنا نضل خايفين انه الزعيم متزلمين ومحاسبين حساب الحزب وحاسبين حساب النايب والوزير يا عمي يعني عودي ناس نحن بنعملهم الشعب بيخلقهم هني بيشتغلوا بيقبضوا منا نحن لأنت بدهم يفهموها الناس وينتبهوا لها صحيح على أمل صرختك وكلمتك توصل وتوعى ضمائرهم كلهم وعلى أمل يرجع لبنان مثل ما كان لأنه دايما بنتأمل بنقول لبنان أرض مقدسة إن شاء الله بإذن الله ترجع أيام الحلوة هشام الحاج أغانيك بآخر فترة دايما عم بتكون من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز هل هشام الحاج هو النجم الأول بشركة لايف ستايلز ستوديوز للإنتاج الفني؟ لا والله صراحة لقلك أنا صار ما بحب أقول لنجم أول ولا لا أبدا يعني أنا صار في تعاون اثنين ثلاث تعاونات سأبوا وراء بعض لأنه الأعمال اللي قدمتها لفتت انتباه يعني أنا من النوع اللي بخطط للعمل ككل وبقدم بروبوزل للشركة والشركة بتشوف مصلحتها إذا معي أو لا فرق إنه بعض الفنانين يمكن بينطروا الشركة لهي تفكر لهم شو بدهم يعملوا فهون أنا بدي حيي لايف ستايلز بدي حيي كمان شيخ سعد الزاهد اللي كان مؤمن بهالأعمال ونفذناهم هلا ما حبيتني مش إنتاجهم بنشوف بالمستقبل الجاي إن شاء الله بنرجع نعمل شيء سوا لما يكون عندنا هدوء وعندنا شوي جو نقدر نرجع نفكر نقدم شيء مثل ما قدمنا أنت سحرك مجنون وما يقدر الله وعقد الدارب مع لايف ستايلز ومثل ما قدمنا مؤخرا ما حبيتني نعم فنان لازم يكون حريص لما يغيب عن الساحة الفنية ويقدم دايما أغاني وأعمال جديدة هل بالوقت الحاضر وأنت موجود هون عم تقرأ أشعار أو عم تسمع ألحان جديدة لتكون جاهز ترجع على لبنان بإذن الله بعد وباء كورونا وتسجل أعمال جديدة هل في أي شيء جديد؟ أول شيء أنا في عندي أكثر من عمل أوريدي خالصين مسجلين موجودين يعني انا خلصتهم عندي بعد اغنيه هيك كان بدها شويه رتوش بسموها يعني بدي ارجع ظبطها القصه دائما في جهوزيه ودائما في اعمال جديده هلا كم اغنيه محضر هشام؟
والله عندي أربعة والخامسة يعني شي خمسة تقريبا أغاني رأسة موجودين وخالصين وأغاني رأسة وأغاني حلوة وأغاني إجمالا إيه شعبيات يعني منهم رايين. ومين الملحنين والشعراء تعاملت معهم بهالأغاني؟ في وسام الأمير، في بسام إبراهيم، في عادل العراقي، في طوني أبي كرم، في كذا حدا. نعم، وكلهم سجلتهم وجاهزين؟ نعم نعم موجودين وجاهزين وحاضرين ناطرين. أنا قادر هلأ بلحظة هيك نزل أصدر أغنية، بس المشكلة أنه ما فيك تكوني أنت بتفاجأ. أنا صراحة أوكي كلنا بدنا نكمل ومتفائلين وكل شيء، بس نحن هلأ بجو المتلقي منه جاهز، يعني الناس منا جاهزة تسمع لك غنية جديدة. الناس يمكن أوكي بدها تتسلى وبدها تغير جو، بس العالم ضغطت عليها أمور الحياة كثير، يعني الكورونا اللي صارت، الشركات اللي عم تقفلس، المشاكل عم بتصير، الناس اللي عم تفل من أشغالها، وجع العالم شو بده يصير ببلادها، إن كان بلبنان أو برات لبنان اليوم، يعني من صارت القصة كمان على مستوى واسع النطاق. فببدي يكون أنا إنه مثل اللي واحد الناس طالعة من مأثم وهو جاي حامل طبل وعم بغني، عرفت شو صاير؟ نعم. ما ننسى إنه صار عندنا كثير أموات، وصار في كثير يعني ناس بهالظروف صعبة، وناس بعدها بالمستشفيات. يعني أنا بعرف اثنين من أصدقائي اللي كثير كثير قراب، حدا منهم بأفريقيا، اثنين بأفريقيا صابتهم كمان، وصلوا ل يعني قربوا من الموت بعد شوي، يعني ما فيك تكوني خارج هذا الشيء يعني. نعم، الله يشفيهم يقدم لهم صحة إن شاء الله. دائما خلال لقائي مع الفنانين بطلب هن يختاروا أغنية على ذوقهم كتير قريبة من قلبهم ومحببة على قلبهم، ويقدموا لنا مقطع من أغنية بصوتهم. بس هالمرة أنا رح أطلب من هشام الحاج يختار أغنية حصريا فقط، يغني مقطع من الأغاني الجديدة اللي سجلتهم، وتقدي لنا مقطع واحد لمحبينك ومستمعينك، وهيدي رح تكون حصرية فقط لموقع Word Stars Mac. تفضل، شو بتختار؟ شو هي الأغنية اللي جاهزة بعد ما بصرت نور؟ يا سيسي صعب علي، لقلك ليش؟ لأنه إذا غنيت مقطع هلأ يعني كسرنا، ما هو المقطع بيبقى إذا بدك أساسي بالغنية، يعني اللي بدي غنيها. فبخاف أنه بتعرفي اليوم الفكرة والموضوع والسوشيال ميديا كثير قادرة تاخد منك بلحظة أي شيء جديد، عرفتي؟ بدك غنيلك بغنيلك، ما عندي مشكلة، بس من اللي نزل يعني. تفضل. بغني لك مقطع من حبيتني. تفضل. جرحي وجرحي نامت عدت من جروحي، والله الله يلعن هالايام، جئت من الدنيا كلها يحرم علي الغرام، انت بدك تتسلى يحرم علي الغرام، انت بدك تتسلى، انت ما حبيتني، انت ما حسيتني، انت ما حبيتني، انت ما حسيتني، انا اعطيتك قلبي وروحي، انت شو اعطيتني، انت عم تجرحني، انت عم تذبحني، انت عم تجرحني، انت عم تذبحني، انا والله كنت مفكر جاي تصالحني، انا والله كنت مفكر جاي تصالحني. الله على هالأداء، أروع من رائع. يسلم تمك ويسلم صوتك. حبيبي بلا ما حدا يزن لي يعني. أمشبه الجديد. شكرا لك يا سيسي حبيبة قلبي. أنا يلي بشكرك لأنه ما رفضت تغني، دايما بستمتع بالحديث معك، وتعرف أنه أنت حدا عزيز على قلبي. جرح بيوع جرحي نام، تعبت من جروحي، والله الله يلعن هالأيام، زقت من الدنيا كلها، جرح بيوع جرحي نام، تعبت من جروحي، والله الله يلعن هالأيام، زقت من الدنيا كلها، يحرم علي الغرام،
انت بدك تتسلى يحرم علي الغرام انت بدك تتسلى انت ما حبيتني انت ما حسيتني انت ما حبيتني انت ما حسيتني انا اعطيتك قلبي وروحي انت شو اعطيتني انت عم تجرحني انت عم تذبحني انت عم تجرحني انت عم تذبحني انا والله كنت مفكر جاي تصالحني تامية توجه من خلالها رسالة لبلدك لبنان ولا محبينك شو بتوعدون وشكرا هشام الحج على هالحوار الممتع لا حبيبة قلبي شكرا لك أول شيء بدي أقول لكل لبنان ولكل لبنانية أحييكم من كل قلبي من أمريكا أنا موجود بألف خير بطمن كل اللي عم يسألوا عني بشكر كل الفانز يلي بعتولي وطمنوا عني بقول لبلدي لأهلي بلبنان ضل عندكم معنويات ضل أملكم كبير بكرة للأسف كلنا عم نمر بظروف كتير صعبة أنا بعيد عن عائلتي وأهلي صار لي فوق شهرين ولقدام اليوم الوجع بيوحدنا وإن شاء الله اللي جاي رح بيكون أفضل بإذن الله بدعيكم من قلبي إنه ما تتراجعوا ولا 1% عن المطالبة بحقوقكم بأبسط حقوقكم صار لازم يكون عنا وعي صار لازم يكون عنا بلد ما تقبلوا بقى تساوموا على ولا شغلة هيدي فرصة لكل الجيل الجاي لكل الشباب يوعوا بيوم ولو بعد حين يلاقوا في عنا لبنان جديد مش لبنان يلي بنيوا ناس ومصالح وطوائف وأحزاب على مدى 30 سنة بشكركم من قلبي وإن شاء الله يا رب الأيام الجاية أفضل فيسي بحييكي من كل قلبي وموقعك بتمنى لك كل الخير والانتشار بكل أصقاع الأرض لأنك أنت إعلامية مستخر فيها نعرفك من وقت كنت بلبنان واليوم موجودة بأمريكا وأنا بشكرك من كل قلبي وأدوحني شكرا Just you and
حياتي يومي بيزيد وقلوبنا بتجمعنا سوا انت وانا والحب والهوى عايش كرمالك انا لو قلبي انكوى كوني بحياتي غرامي الوحيد عايش بحياتي يومي بيزيد وقلوبنا بتجمعنا سوا غرامي الوحيد عايش بحياتي يومي بيزيد